السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا البغرير وغادي نشارك معكم مجموعة من الحيل باش ينجح معكم وتعرفوا المقدار الحقيقي ديال الماء بدون ما تعبروه، كيجي بغرير اللي هو ناجح من التجربة الاولى. ويلا نبداو على بركة الله. بسم الله. المقادير ديال البغرير ان شاء الله، جوج كيسان ديال السميده الرقيقه كما كتشوفوا اللي كنستعملوها في البسبوسه ولا في الحرشه، جوج كيسان عامرين ديال العنبه، وهنايا كاس ديال دقيق الفرز، مليحه الخميره الفوريه او الخميره ديال العجينه، خميره الحلويات، وملعقه باش غادي ناخذوا العبار. وبالنسبة للسكر انا كنستغنى عليه، ممكن حتى هو ديروا منه ملعقة صغيرة. ونبداو على بركة الله. فبالنسبة للناس اللي ما كتوفروش على الكاس ديال العنبة، فممكن تعوضوه باي كاس اخر، ماشي ضروري كاس ديال العنبة، فكلهم تقريبا تيكون عندهم نفس القياس، يعني 160 مليلتر اللي كيهزو. غادي نحتاجو الماء الدافئ، ما يكونش سخون بزاف، هادو من بين المشاكل اللي تيوقعوا فيهم الاخوات وما تينجحش لهم البغرير، هو انكم كتستعملوا الماء سخون بزاف، فالماء خاصو يكون غير دافي، دافي فقط غير باش يعاون ان الخميره تفاعل لينا. اول حاجه غادي ناخذ الخلاط الكهربائي، غادي نضعو فيه الماء دافي هو الاول باش يقدر انه يدور بكل سهوله. غادي نوضعو جوج كيسان ديال السميده، غادي نزيدو عليهم كاس ديال الدقيق، ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، عفوا خميره الخبز، ملعقه صغيره مملوءه جيدا. اذا كان الجو شويه بارد ممكن تزيدوا واحد ربع ملعقه، واذا كان الجو سخون مثلا شفتوا هذه الوصفه هذه في فصل الصيف استعملوا فقط ملعقه واحده صافي. هنايا غادي نعاود نضيف الكاس الاخر ديال الماء. بالنسبه للماء فغنعطيكم حيله رائعه ومضمونه باش انكم تعرفوا القياس ديال الماء بلا ما تعبروه بالكيسان. فانا هنايا درت جوج كيسان ديال الماء، غادي نطحن الخليط ديالنا مزيان. كيف ما لاحظتوا خليت هذوك جوج مكونات ليها لانني غادي نستعملهم حتى الاخير. هنايا غادي نزيد الكاس الثالث، يعني دابا لحد الساعه درت ثلاثه ديال الكيسان، وغادي نطحنوا الكل. من بعد ما طحنا المره الاولانيه، فدابا غادي نضيف ساشي ديال الخميره او 7 غرام او ملعقه صغيره مملوءه جيدا، وغادي نضيفو نصف ملعقه ديال الملح ولا ربع ملعقه، عفوا غير ربع ملعقه كافيه، والسكر. غادي نعاودو نطحنو، خاصو يتطحن مزيان مزيان ضروري الخليط ديال البغرير يتطحن. ودابا غادي نوريكم الحيله باش تعرفوا القياس ديال الماء بلا ما تعبروه بلا ما حتى شي حاجه. في الاول درنا ثلاثه ديال الكيسان هادو بالعبار، ودابا غادي تشوفوا معايا الطريقه كيفاش تعرفوا. فغادي نعاود نخلط. هذه هي المرحله الاساسيه باش تعرفوا المقدار ديال الماء اللي استعملتو واش هو كافي او لا. فغادي نبداو نطحنوا الخليط ديالنا، وردوا معايا البال هذاك الوسط ديالو كيف ما كتشوفوا، فكيدير بهذا الشكل هذا. فغادي نضيفوا ليه الماء وغادي نعاودوا نطحنوه حتى يبان لينا هذاك الثقب اللي في الوسط او ديك الحفره اللي في الوسط، فهي الدليل على ان كميه الماء اللي استعملنا كافيه كيف ما كتشوفوا. فكتضيفوا الماء حتى كتبدا تبان لكم هذيك الحفره غارقه بهذا الشكل هذا. فاذا كان ما كتبانش الحفره ضروري تضيفوا الماء حتى كتبدا تبان هذيك الحفره وما كتغبرش، يعني خصك تبقاو تطحنوا والحفره باينه. فإلا بانت لكم ان الحفره تسدات كتعاودوا تضيفوا كميه بسيطه من الماء، ما تضيفوش بزاف باش هكذا ما يجراش لكم الخليط، كتضيفوه حتى كتولي تبان لكم الحفره وكتبقى ثابته، يعني ما كتعاودش تغبر مره اخرى. فهذا هو الدليل قاطع على ان كميه الماء كافيه وصافي كتدوزوا باش تطيبوه. وكما كتشوفوا فالخليط ديالنا عامر عامر بالفقاعات. غادي نخليه فقط يرتاح واحد 15 دقيقه وندوز نطيبو، ما كيحتاجش انه يتخمر اكثر، فقط انه يتخمر 15 دقيقه باش هكذا ما يضرش في المعده.
باش نطيبو فضروري تستعملوا مقلاه غير لاصقه. انا نستعمل هذه المقلاه هذه المربعه. غادي نشعلو على المقلاه تسخن شويه. وبالنسبه للخليط كما كتشوفوا فهو هذا عامر بالفقاعات. بالنسبه للطيب ديال البغرير اللي حتى هو مساله مهمه بزاف تعرفوها، هي انه ملي كتوضعوا النار في الاول كتجهدوها ومن بعد كتنقصوا عليه شويه باش هكذا كيدغيا كيديروا الفقاعات، وفي نفس الوقت كتعطيو شويه ديال الوقت باش انه يطيب من الداخل وما يجيكمش معجن. وبسم الله على بركه الله. جهدوا عليه العافيه في المرحله الاولى. كما كتشوفوا فالفقاعات كيكونوا كتارين وكيكونوا متقاربين، في رجلكم فقاعات اللي هما متباعدين و يعني فقاعات اللي هما كبار، عرفوا ان البغرير ديالكم مازال خاصو شويه ديال الوقت باش يخمر. وما حدنا كنطيبوا فيه فغتجي البغريره الاخيره احسن من هذه البغريره الاولانيه. طبعا دابا غادي نقصوا ليه العافيه شويه كما كتشوفوا صافي كله تتقب، فغادي نقصوا عليه هكذا باش يطيب لنا من الداخل ويتحمروا لنا الجوانب. غادي نبدا نزول لان انا ما مستعملش السكر فما غاديش يتحمر لي البغرير ديالي بزاف. غادي نزول البغريره تشوفوا فمتقب مزيان. غادي نوضعوه ضروري في المنديل وندوزو نكملو الطياب. ان فوا كتحسوا بالبغرير ديالكم يعني نشف ما بقاش فيه العجين من الفوق كتنقصوا عليه العافيه باش هكذا كيطيب من الداخل وما كيجيكمش معجن. هانتوما شوفوا الثقوب راه حتى كيكونوا خارجين حتى من الجهه الاخرى. صافي نزولوا. ونكملوا الطياب. ما شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي متقب، راه هذاك الاخر تيجي غادي وتيزيان كما حتى نقولوا. هذه هي البغريره الاولانيه وهو غادي وتيزيان. انتما شوفوا ما شاء الله دائما كتجهدوا العافيه في الاول، ان فوا كينشف كتنقصوا عليه العافيه كتخليه واحد يعني واحد 15 ثانيه بحال هكذاك دغيا دغيا هو راه تحمر من الجنب ولو انه ما فيهش السكر. فالسميده الحلاوه اللي كاينه في الدقيق وداك الشيء. هانتوما شوفوا عاودت طحنت الخليط وكيولي كيصدق البغرير. فهذه حيله حتى هي انكم تزيدوها الا ما بقاش كيصدق لكم البغرير يعني ولا كيجيكم هذوك الثقوب ديالو مباعدين وكبار، كتعاودوا تطحنوا الخليط وكيولي عاوتاني يصدق لكم ما شاء الله. العسل مع الزبده وشويه ديال زيت العود كنخلطهم مع بعضياتهم نخليهم يذوبوا شويه وهما اللي كنسقي بهم. كون فيه العسل بزاف داكشي اش كندير ليه هاد الحاله هادي.
الا شط لكم بغرير كتاخذوه تلفوه بالسلوفان ووضعوه في الكونجيلاتور، ما كيوقع ليه والو، كتعاودوا تسخنوه عادي وكيبقى عندكم مزيان. وهادو هما البغريرات ديالي، كنتمنى ان شاء الله يعجبكم. نصائح كذلك اللي عطيت لكم ممكن انكم تقدروا بهذه الطريقه هذه، كتاخذوا كتلفوا يعني البغرير بحال هكا سواء كان دائري او لا مستطاب ولا مربع كيف ما كتشوفوا، كتاخذوهم كتلفوهم بحال هكا كيجيو ساهلين. ممكن انكم تقطعوهم دي مورسو كما كتشوفوا، تقطعوهم هكذا دي مورسو باش يجيو ساهلين في الاكل ديالهم. هانتوما شوفوا كله كيجي مشبك ناجح جدا وهشيش ولذيذ. اهم حاجه حنايا كنديروا ليه العسل والزبده بزاف، كي خصو يجي فازق. انا حنا هكذا كنبغيوه، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتحضروا البغرير بسهوله ما يبقاش يخلق لكم مشكل نهائيا. خليتكم على خير، السلام عليكم.